جثث وأشلاء متناثرة هنا وهناك، ورائحة للموت أصبحت تفوح من كل مكان. هكذا أصبح قطاع غزة الذي اعتاد المجتمع الدولي على مشاهدة آلام وجراح سكانه منذ بدء عدوان جيش الاحتلال في 7 أكتوبر الماضي دون أن يحرك ساكناً. في وسط قطاع غزة مخيم المغازي الذي كان يأوي العديد من النازحين الفلسطينيين الفارين من عدوان جيش الاحتلال شمال القطاع، يقف شاهداً على عدوان جديد أسفر عن سقوط نحو 100 شهيد وإصابة العشرات. عدوان غاشم فقد على إثره أحد النازحين الفلسطينيين 4 من أطفاله وزوجته في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلهم بالمخيم ليحاول بيده فقط دون أي معدات إخراج عائلته من تحت الأنقاض، متسائلاً لماذا تم استهداف أطفاله الأبرياء وما ذنبهم ليقتلوا بهذه الوحشية. بعد العشاء صارت ضربة هيك، جيت لقيت الدور زي هيك، لقيت بس ولد من أولاد عايش، ضال الأم وثلاث بنات وابني عمره 4 شهور، شايف شو يسوي هنا قاعد يقول الدور إيش ذنبهم الأطفال اللي يروحوا هيك ومقاومين هنا الدار، أطفال أبرياء حباب الله، إيش نسوي؟ وين نروح؟ نمشي همنا. يقولون إن إكرام الموتى دفنهم، ولكن هنا في غزة الأمر أصبح مختلفاً، فآلة جيش الاحتلال حرمت أبناء الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية، وجعلت غاية أهدافهم أن يجد الفاقد فقيده ليواريه الثراء.